رمضان كريم، كل حكاية فيها عبرة، وإن شاء الله حكاية اليوم تعجب الجميع. مرة خبرناكم قصة البطاطا والبيض والقهوة، بس حكاية اليوم بطلتها القهوة. بس كتار بيعتبروا القهوة رفيق دايم، بس يا هل ترى كل واحد منكم كيف بياخد القهوة؟ كيف تشربوه؟ خليني أخبركم هالقصة عن القهوة مع جمعة من الأصدقاء، فنكتشف سوا شو العبرة اليوم. بيوم من الأيام اجتمع عدد من أصدقاء الجامعة بعد فراق طويل ببيت استاذهم القديم بس المفضل، وأكيد في كتير أخبار يخبروها لبعضهم، بس الحديث تحول لشكوى وتذمر عن أشغالهم وحياتهم، وكل حدا منهم صار يحكي عن همومه، مديره السقيل، المعاش القليل، والشغل الكتير، مرته يلي ما بتخلص طلباتها، زوجها يلي ما بيلفي على البيت، وهي قصص. بهالوقت حمل حاله الأستاذ القدير وراح المطبخ طيحضر لهم قهوة. رجع بعد دقايق حامل صينية فيها فناجين كل واحد شكل وهيئة، منا الفاخر مصنوع من الكريستال، منا الملفت يلي بضج بالألوان، منا البسيط مصنوع من زاز رخيص، ومنا الأقل من العادي بلاستيك مجرح. وصار يقلن الأستاذ لتلاميذه تفضلوا على القهوة، وكل واحد منهم أخذ فنجان من هالفناجين، وكل حدا منهم طلع له فنجان على حسب ما لحق حاله. بعد ما خلصوا شرب القهوة سألهم الأستاذ: دخلكم لاحظتوا إنه الفناجين الرخيصة الباهتة هي اللي بقيت على الطاولة، وكلكم أخذتوا الفناجين الحلوة المصنوعة من الكريستال أو هيديك الملون؟ هلأ أفسر لكم ليه صار هالشي. لأنه منطقي كتير كل واحد منكم يقرر يختار الأفضل لنفسه، عدا عن إنه السعي خلف الأفضل ممكن يكون سبب كل مشاكلكم بالحياة. يعني هالفنجان الراقي ما راح يضيف أي قيمة للقهوة يلي عم تشربوها، يلي منا ما بيفكروا يمضوا نهارهم بدونها. والأكيد إنه هالفنجان الكلاس ما راح يغير طعمتها، مع إنه سعره أغلى. سعر الفنجان صحيح بيأثر على نظرة الناس لهالفنجان، بس الأكيد إنه ما رح يغير شي بحقيقة القهوة. لا رح يخفف مرورتها ولا رح يحلي نكهتها. وهون سكت الأستاذ شوي، تركن يفكر بيلي قال. ورجع الأستاذ كف حديثه وقال: مع العلم إنكن واعيين للموضوع، فتشت عيونكن على أحلى فناجين ونقت الأفضل بنظره، بس الشيء اللي كنت عم حاول وصلكن إياه مش خبرية القهوة، وأكيد ما إله علاقة بالفنجان، بس هالخبرية تنطبق على أشغالكن، على عائلاتكن وكل ممتلكاتكن. من الآخر، يلي بتملكوه ما بيأثر بأي شكل من الأشكال،
على جودة حياتكم. بتسألوني شو العبرة المستفادة من هالقصة؟ بدي قلكم إنه أوقات كتير ما منستمتع بقهوتنا بس لأنه منكون مركزين على الفنجان اللي عم نشرب منه. إنه تكون مبسوط ما بيعني دايماً إنه كل شيء حواليك لازم يكون مثالي، العكس. إنه تكون مبسوط هو إنه تكون قادر تشوف شو في خلف كل هالعيوب والمشاكل اللي عم بتعيشها، لتنبش بعدها على الراحة والهدوء والأمان رغم كل شيء. إنك تطلع بالنص المليان من الكباية، تستمتع بالنعم اللي عندك وتقتنع، وما تطلع علي مش عندك. نوع سيارتك، كبر بيتك، موديل تليفونك، وأي شيء مادي تاني بحياتك ما بيحددوا أنت مين ولا بيغيروا حقيقتك. لهيك تطلعوا دايما جوات فنجان القهوة مش براته.